ومعنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع عبر سكايب من العاصمة اليونانية أثينا الدبلوماسي والأكاديمي دكتور فاروق الراوي. مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. بداية، ما دلالات هذا الخروج الأمريكي والروسي من معاهدة الأسلحة النووية؟ أنا باعتقادي أنه التقرير بكثير من المبالغة في التوتر ما بين العلاقات الروسية الأمريكية. أولا، اتفاقية الأسلحة، اتفاقية الصواريخ هي موقعة من العام 87، ومن 87 لحد الآن هذه الاتفاقية سارية المفعول، رغم أن الصواريخ الأخرى، في الصواريخ البعيدة المدى، الصواريخ اللي تتجاوز 5000، هي في تطور مستمر، وإجراءات التطور سواء كانت في أمريكا أو في روسيا. ولكن الآن بعد استلام ترامب إلى استلام السلطة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب، وجدنا أنه يفتح ملفات ما بين فترة وفترة. فبعد انفتح ملف جدار المكسيك، انفتح ملف إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الآن التصعيد مع فنزويلا، التصعيد الآن مع روسيا. فأنا أعتقد أنه هي زوبعة من زوبعات ترامب، تأثيرها ما راح يكون بالشكل الفعال مثل ما ورد أنه إحنا الآن، أو ربما أعتقد أنه هي من مصلحتها إعادة انتشار الصواريخ المتوسطة المدى في أراضيها، ولا راح تسمح أن يتم هذا الانتشار. هذه الاتفاقية ما تحد من الصواريخ المتوسطة المدى في المجال البحري، فقط في المجال البري. ولذلك عندما تتهم أمريكا روسيا أنه خرقت هذه الاتفاقية في استخداماتها في سوريا، نفس الشيء الاتحاد روسيا تتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنه ربما هي استخدمت هذه الصواريخ في العراق أو في سوريا. فهذا الشيء، الاتهامات متبادلة ما بين الطرفين. ولكن ألغيت هذه المعاهدة، يعني كيف سيؤثر هذا الإلغاء على الأحداث حول العالم التي تشهد تداخل هذه القوى العالمية، لا سيما أمريكا وروسيا؟ هل نحن أمام حرب باردة جديدة؟ ما أنت تقول الإلغاء الإلغاء هو خلال 6 أشهر القادمة. نعم. وباعتقادي أنه دخلت أكثر من دولة وخاصة الصين في مجال الصواريخ النووية المتوسطة المدى والبعيدة المدى، ولذلك ربما الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن اتفاقية جديدة تكون ملزمة لأكثر من طرف، مو فقط الطرف الروسي. هذه أنا باعتقادي أنه هو هذا الآن اللي يجري، يعني الهدف الأساسي من إلغاء الاتفاقية من قبل ترامب، أولا لتطوير منظومة الصواريخ الأمريكية، وبنفس الشيء للعمل على توقيع اتفاقية جديدة. نعم، البعض يقول إن بإمكان روسيا في هذه الخطوات أن تنافس الولايات المتحدة وتقوض مفهوم القطب الأوحد في العالم. نعم، يعني ما ينكر أنه بوتين استطاع خلال 5 سنوات الأخيرة أن يصعد من قوة روسيا وأن يعيد إلى روسيا مكانتها في المجتمع الدولي وفي السياسة الدولية، وأصبحت روسيا قوة ليست كالاتحاد السوفيتي سابقا، ولكن هي أصبحت قوة ممكن أن نقول أنه سياسة القطب الواحد انتهت خلال السنتين الماضية. من التطورات أيضا، روسيا أعلنت نشر منظومات S-350 في مقاطعة لينينغراد. كيف تقيم دكتور فاروق هذه الخطوة؟ هل نحن يعني بانتظار خطوة أمريكية مماثلة في أوروبا؟ أمريكا تحاول، أنه هي من محاولاتها لا زالت عدم منظومة صواريخ في بعض القواعد في
الدول الأوروبية، نعم. ولكن لا أعتقد أنه من مصلحة أوروبا اليوم أن تسمح إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة انتشار صواريخ متوسطة المدى، طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تمتلك من الصواريخ البعيدة المدى القادرة على تدمير أي هدف بالعالم من خلال استخدام هذه الصواريخ اللي هي أقوى من الصواريخ المتوسطة المدى اللي أو قصير. اللي تتراوح مدى ما بين 500 كيلومتر إلى 5000 كيلومتر. نعم دكتور فاروق الراوي من أثينا عبر سكايب دبلوماسي والأكاديمي، شكرا جزيلا لك.